السلام عليكم، الدكتور عبد الناصر توحيد. الدكتور عبد الناصر توحيد هو دكتور عبد الناصر إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم توحيد، وهو المؤلف والمحاضر لمنهج العلمي الحديث للحجامة الحديثة للدبلومة الدولية في كلية نوتنغ هيل. الدكتور عبد الناصر توحيد هو المؤلف لموسوعة القانون. سوف نأخذ نبذة عن الدكتور عبد الناصر توحيد لنتعرف عليه. الدكتور عبد الناصر توحيد هو دكتور طبيب عبد الناصر إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم توحيد، وخريج كلية الطب جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، من مواليد محافظة الدقهلية، وهو الطالب المثالي في كافة مراحله التعليمية، وهو الطبيب المثالي بكلية الطب جامعة المنصورة عام 90-91، وهو عضو اللجنة العلمية والباحث الاستثنائي بقسم علم الأدوية بكلية الطب المنصورة أثناء دراسته للطب في بداية العام الدراسي الثالث بإشراف الأستاذ الدكتور جمال ذهب رئيس قسم الفارماكولوجي بالكلية، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن ياسين أستاذ علم الأدوية بالكلية لاختراعه دواء جديد لعلاج مرض الهيرسوتيزم. الدكتور عبد الناصر توحيد له أبحاث مسجلة لاختراع أدوية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية في مجال أمراض الجلدية والتناسلية عام 90-91، وفنان تشكيلي محترف ومبتكر مدرسة الرسم الحر على الورق المكرمش المشبع بالماء، وحاصل على العديد من شهادات التقدير والمراكز الأولى دائما في فن التصوير الزيتي في مجال الفن التشكيلي في كافة المراحل التعليمية وخصوصا فترات الدراسة بكلية الطب. الدكتور عبد الناصر توحيد الحاصل على المركز الأول مستوى أول على مستوى شباب الجامعات بجمهورية مصر العربية في التصوير الزيتي، وكان التكريم بدرع جامعة القاهرة في أسبوع شباب الجامعات بجامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور مأمون سلامة عام 90-91، وقد تم ذلك في 1991، وقد تم نشر ذلك في الجرائد الرسمية. الدكتور عبد الناصر توحيد حاصل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية والبحثية في الطب الصيني والتكميلي في بداية طريق البحث العلمي من أجل تطوير الحجارة. هو طبيب بشري جلدية وتناسلية بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية من مصر. له العديد من الدرجات العلمية والمهنية في كثير من المجالات من أجل التطوير والتعليم المستمر. أما الآن فهو طبيب حر بنقابة أطباء جمهورية مصر العربية، متفرغ للبحث العلمي والتطوير في مجال الحجامة. هو المؤسس لمجموعات الصفوة العلمية، ومنها تأسست جمعية الصفوة للطب البديل بجمهورية مصر العربية، وهي أول جمعية متخصصة للطب البديل حكومية بالعالم العربي. يشغل الآن منصب المستشار العلمي لجمعية الصفوة للطب البديل، والمؤسس لمنهج الحجامة العلمية لدبلومة الحجامة الدولية المعتمد بكلية نوتنغ هيل في مانشستر بريطانيا باللغتين العربية والإنجليزية، وهو المدير الأكاديمي وكذلك المحاضر الحصري للدبلومة في العالم ومنطقة الشرق الأوسط. الدكتور عبد الناصر توحيد هو المؤسس لمنهج الحجامة العلمية الحديثة من منظور مبني على الدليل الطبي والعلمي، والذي تم اعتماده كمنهج رئيسي للحجامة بالمعهد المغربي في الطب التكميلي بالمملكة المغربية، وشرف بالإشراف والتوجيه والعضوية الشرفية لأكاديمية الصحة والسلامة والتنمية والبيئة
وذلك للمساهمة العلمية فيما يخص الحجامة في إنشاء مركز صفوة العلاجات الطبيعية بمكناس بالمغرب. دكتور عبد الناصر توحيد هو المؤلف لموسوعة القانون في الحجامة، وهي الموسوعة العلمية الشاملة القانون في الحجامة ورحلة الحجامة ما بين التراث والموروث والعلم والطب. الدكتور عبد الناصر توحيد هو المؤلف والمصمم لخرائط موسوعة البديل، وهو الملحق العملي والتطبيقي لموسوعة الحجامة الشاملة القانون في الحجامة. الدكتور عبد الناصر توحيد يعتبر أول من أسس للحجامة من منظور علمي وطبي، وصحح جميع الأخطاء التي كانت ترتبط بالحجامة وممارساتها واعتقاداتها وأساليبها. دكتور عبد الناصر توحيد هو مدير عام لأول مركز حجامة متخصص في الحجامة العلمية الحديثة بالعالم العربي وحجامة الأكل بالعفو، وهو مركز العلاج الصحي لتداوي الحجامة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2004. الدكتور عبد الناصر توحيد هو المشرف على عدد من الأبحاث والأوراق العلمية التي تخص الحجامة، ومنها الدراسة السورية في الحجامة ما لها وما عليها وإثبات الأخطاء العلمية الفادحة التي بنيت عليها. 2. إعادة النظر في مفاهيم تجعل عقيدة الحجام في خطر. 3. من أين تخرج أخلاق الحجامة؟ وكيف يتم وصفها علميا وعمليا بما لا يتناقض مع العلم والطب أو الشرع؟ 4. إثبات عدم وجود ما يسمى بدم فاسد في الحجامة، وأول من أطلق على مصطلح الدم الفاسد بأنه مصطلح فاسد. علاقة الجهاز الليمفاوي بالحجامة. 6. الحجامة تعادل وتضبط جهاز المناعة، فهي ليست منشطة ولا مثبطة، بل هي وسيلة للمناعة ضابطة. 7. الحجامة معادلة للألم وليست فقط مسكنة للألم كما يعتقد الآخرون. 8. الحجامة ضابطة لعمل غدد الصماء والهرمونات وليست منشطة كما يدعون. 9. الحجامة موازنة لدرجتي الحموضة والقلوية بالدم، وقد وضع تأثير إيتام في تطبيق فوائد الاحتجام بعدد من النظريات التي ثبت صحتها بالتفسير العلمي والطبي، فأصبحت حقائق وتأثيرات ثابتة وعلمية وحقائق علمية حول الحجامة ابتداء من إيتام 1 وحتى إيتام 8. من المعلوم أن إيتام يشمل الأحرف الأولى من اسمه وشهرته. 10. لأول مرة في تاريخ الحجامة منذ عرفتها البشرية، إثبات ارتباط الحجامة بمستعمرات الميكروبيوم من خلال تأثيراتها الإيجابية في علاج أمراض المناعة الذاتية، وأهمها مرض كرونز والقولون المتقرح. 11. إثبات قاربية التشريط في الحجامة، وأنها من أهم فوائد وتأثيرات الحجامة الإيجابية، وأنه لا يشترط لاستنزاف الكثير من الدماء للحصول على تأثيرات الحجامة الإيجابية، وإثبات ضرورة أن تكون الحجامة ثلاثية المراحل جافة ثم تشريط ثم رطبة. 12. إثبات دور الحجامة في العلاج والشفاء كعلاج تنظيمي منقطع النظير، مما يدعم تأثيراتها الإيجابية في علاج أمراض حساسية والأورام وأمراض المناعة الذاتية. 13. هو أول من أثبت أهمية دور الحجامة الجافة مرحلة علاجية أولية قبل الحجامة الرطبة، وأنه لا غنى عن تلك الخطوات أبدا للحصول على جلسة حجامة كاملة الفوائد. 14. هو أول من حارب المعتقد السائد بأن الحجامة فقط هي الرطبة، واستثناء الحجامة الجافة بأنواعها من الحجامة، والإثبات بالشرع واللغة بأن الأصل في الحجامة هو الحجز وليس خروج الدم، وأن الحجامة الجافة
وحدها وأنواعها هي أنواع منها.